كتير عجبوني الرسمات اللي عاملهم. ليو انت رسام كتير موهوب. مولاي لي الشرف انه انعجبوا جلالتك. شكرا. صحة صحة. انت منيحة؟ منيحة منيحة، ما في شيء. اهدي وخدي نفس، اعطوها شوية مي. شو صار لك ويام؟ فجأة تعبتي؟ سامحني مولاي، حسيت بوجع بصدري وانقطع نفسي، نقطع نفسي على الأخير. نادوا الحكيمة. لا لا خلص، لا تروح، ارتحت. هيام ليكونوا هالأكلات ضروكي. ما بعرف، رح أقوم غسل وشي عن إذنكم. سلطانة، عن إذنك بدي أقوم شوف هيام خانو. يجيبوا الحكيمة. أنا منيحة منيحة، خلص ارتحت. صار لك مدة منيحة هون، أكيد تعودت. ما راح نخليك ترجع على بلدك. مولاي أنا راح أعطيه شغل جديد لليو. مولاي السلطان، شغلنا هون كتير قليل وقريبا راح أرجع. استنى شوي، لسه ما خلصت رسم صورتي، ومادام خلصنا من حفلة العرس نقدر نرجع نكملها. سلطانة، بعد إذنك بدي روح شوف هيام وأطمن. أنا كمان بالي انشغل عليهم، روحي شوفي شو صار معهم. هيام، شبكي؟ ليش هيك فجأة انخطف لونك؟ طمني سلطانة، أنا ارتحت هلا، البكي بيريحني كتير. لشو عم تبكي؟ ولا شي، على طول بعد الولادة بتزيد حساسيتي وبحزن، وبصير قلبي يدق بسرعة كتير، وبضيق نفسي وبدوخ، وبعدين بصير ابكي وما بقى أوقف هيك بدون سبب. انت رفقتي يا سلطانة، وانا ما بخبي عنك اي شيء ابدا. انا عم اسمعك، قولي شو مشكلتك؟
مولاي السلطان سليمان هو روحي وعمري. شو بدي ساوي حتى تدوم السعادة؟ كل اللي حوالي مفترين وما بيحبوني بنوم. كوني متأكدة إنه مولاي ما بيرد عليهم. طمني، هو بيحبك وما بيتخلى عنك. إن شاء الله يكون هيك. لما بفكر بهالموضوع بحس مخي رح يطق. أنت كتير حساسة، بس ما بيجوز تساوي هيك. سلطانة، مولاتي انشغل بالها كتير. مزبوط، معها حق. يلا هيام، انتي روحي وانا هلأ بلحقك. مولاي، استضافتي لحضرتكم هو أغلى شيء عندي. أخيراً الله طعمني هالشي، شكراً. وأنا مبسوط يا إبراهيم لأني عندكم الليلة، بس ست الوالدة حاسة مزعوجة شوي يا إبراهيم باشا. مولاتي بترجاكم تسامحوني إذا قصرت بأي شيء. ولو شو هالحكي، أنتوا ما قصرتوا بشي يا إبراهيم. الله يوفقكم ويهنيكم. على طول عم أدعي لكم تضلوا مبسوطين، وبدعي لالله أني أعيش لحتى أشوف ولادكم قدامي إن شاء الله. كيف هيام يا خديجة؟ مولاي السلطان لا تقلق، منيحة. دقيقة وبتجي. الحمد لله. هيام، كيف صرتي؟ منيحة يا مولاي. الحمد لله. كلي، ما أكلتي شيء. خلي ليو بكرة يجي على قصري مشان يرسمك يا مولاي. ايه يا إبراهيم، بدي اياه يرسمنا أنا وهيام خانون. ليو الرسام رح يرسمنا بأجمل لوحات. شرف كبير إني أرسمك يا سلطان. صار فيك تروح يا ليو. هيام، هيام،
انت شو عم تساوي بغرفتي؟ مفاجأة. عرفت شو هو سرك؟ لا تقولي شيء، طلعي طلعي. ليش حبيبتي هيام كل هالخوف؟ معقولة تكوني مخبية عنا شيء؟ لا ما في شيء. اليوم أنا شفتكم، يا حرام حرقت لي قلبي نظرات عيونكم. أنتي والرسام ليو اسمه؟ بس أنا ما بعرفه. جاي من الكرم يعني من بلدك، شكلك بتعرفيه منيح. مين بيكون ليو؟ في بيناتكم شي يا ترى؟ هو عشيقك؟ لا ما بعرفه، ما بعرف ليو مين بيكون. ليو وينك؟ وين ناهي الدوران؟ كانت هون. هي مو هون. انت كنتي عم تشوفي كابوس. اي صح. كابوس. بس كنتي عم تقولي ليو وينه؟ نصوح نحن ليش اجينا لهون؟ انضريت شي بهالجية، اشم هوا البحر وسكوت. هلا عن جد ليش اجينا لهون؟ أنا في عندي شغل، بدي أعطي واحد رسالة وبعدين منروح أنا وياك على القصر. لعند إبراهيم باشا؟ إيه. ليو أنت صار لك كم يوم وعلى بعضك، شو بك قلي؟ ها؟ ما في شي، أنا منيح. لا ليو في شي، في أنا منتبه لك بس مو وقت هلأ. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. عم دور على أنطونيو قبطان سفينة فورتونا، بتعرفوه شي؟ شوف هو هداك اللي قاعد هنيك، عم يلعب طاولة زهر طاقيته سودا، شفته؟ أيوة هذا هو الكابتن أنطونيو. شكرا لك. أهلين. يعطيكم العافية. أهلا الله وسهلا. يعافيك. ليو مين؟ أنت شو عم تحكي؟ والله هيك كنتي عم تقولي ليو ناديتي له. هالشي مو مزبوط. شو فيها؟ ليش عم تعصبي علي؟ أصلاً أنا بعرفه. أنت كيف بتعرفي؟ إذا بتتذكري حكيتيلي عن واحد اسمه ليو، هو من ضيعتك، كنتي بدك تتزوجي بس قلتيلي إنه قتلوه التتار. إيه يا خسارته الشاب، بس هو مات من وقت طويل. قلت يمكن كوبستي وشفتي خطيبك وهو عم يموت. خلص الكابوس انتهى، روحي جيبي لي كاسة مي نشف ريقي. السلام عليكم. حضرتك بتكون أنطونيو مو هيك؟ مين بتكون أنت؟ وليش عم تسأل عنه؟ فيكتوريا بعتتني لعندك. أكيد فيكتوريا؟ إيه. وطلبت وصل لك هالرسالة. هي حزينة طول الوقت، مشتاقة لأهلها وحابة تطمن عليهم، فقال يا ريت توصل هالرسالة لعمها. فهمت عليك. وإذا بعتوا له جواب وين بلاقيك؟ ما في حدا بهالسوق إلا ما بيعرفني، أنت بس قل لهم نصوح وبيدلوك. ماشي. إلا اعتبريها وصلت. يسلموا إيديك. شكرا. ليو. ليو. Thank you.
سيدي الملك لايوش، أخت للسلطان سليمان السلطانة خديجة زمر، بعتوني وصيفة إلى لقصر الوزير الأعظم إبراهيم باشا. صار كتير صعب الوصول لقصر السلطان سليمان، بس أنت اطمن، السلطان سليمان عطول رح يزور أخته ورح أخذ بتاري منه مهما طال الزمن. كل يوم الصبح لما بشوف وشك الحلو بحمد الله وبشكره على هالنعمة، وراح ضل أشكره طول ما أنا عايش. أيام وقت اللي كانت عنا على العشاء، هي حكت لي عن قلقها وخوفها. قال إنه هي خايفة تخسر السلطان، حبها وتعلقها بمولاي عم يزيد من خوفها. شعوري اليوم بيشبه شعور امبارح. خوف الست هيام رح يستمر طول العمر يا سلطانة، وما في حل غير انه تتعود على هالشي. بس أنا مستعد إني أعطيك روحي بس لتعيشي مطمنة. أنا واثقة من هالشي. اليوم مصطفى رح يجي على مقر الجيش الانكشاري. كتير حلو، انبسطت له كتير. كوثر، قولي لهم يجيبوا لي عصير لهون على التراس. سلطانة، هداك الرسام اليوم رح يجي، ما هيك؟ اليوم رح يجي. هيام خانم طلباتها أوامر. ما بعرف من وين طلعت لنا بشغلة هالرسم. سلطانة، إذا بدك فيني ساوي لها شغلة. لا تقولي لي إنك بدك تموتيها. لا يا سلطانة، مو هيك بدي قلك. اليوم خطرت ببالي شغلة رح تجننها لهيام. شغلة شو؟ حواليكي. مثل ما بتعرفي خلص السلطانة خديجة راحت، هالجناح مو لحدا، لازم تنتقلي عليه وبسرعة كمان، لأنه كتير بيليق فيكي، طلع حلوة، وكمان التراس مفتوحة كل الأماكن هون. نورهان، نورهان، مولاي السلطان ناطرني بجناحه. هيام، بدي قلك على شغلة سمعتها. عم يقولوا جاي رسام جديد على القصر، وكمان عم يقولوا انه بده يرسمك مع مولاي السلطان. كيف انتشر هالخبر؟ مو معقول هالقصر هاد، مستحيل الواحد يخبي شي من خصوصياته. مو شاطرين الا بالحكي. السلام عليكم. أعطي خبر لإبراهيم باشا أنه نحن أجينا. صديق خانم،
اللي شو صار بالمكتوب؟ المكتوب لقيته للقبطان أنطونيو وسلمته المكتوب وقلت له يوصله لعمك. شكرا عن جد شكرا كتير. انت ساعدتني وانا لازم كافئك. اللي شو اعمل لك؟ ولا شيء، بكفي ان وشك الحلو يضحك لي، يعني اطلعي فيني وتضحكي لي ضحكة من وشك بتكفي. ورجيني اياها منيح. تفضل. إبراهيم باشا، إجا نصوح أفندي ومعه الرسام ليه وهن ناطرينك. خليهم يستنوا شوي. ليش وقفته؟ تعي شوفي. صديقي نصوح ما عم ينام الليل من حبه لصادقة. بس ما بيجوز. ما بدي اياكي تعصبي. نصوح هو اللي جابها لهالبنت هي. كانت مجروحة ومريضة كتير. كنا وقتها راجعين جديد من حملة رودوس. حبيبتي، إذا ما عندك مانع يا سلطانة، حابب زوجهم بأقرب وقت ممكن. يلي بتشوفه مناسب ساويه بأقرب وقت. إذا هنن عشاء لازم يلتقوا. أنا كمان رح ساعدهم معك. باشا. صباح الخير نصوح أفندي. صباح النور يا باشا. ليو، يلا ضب أغراضك، نحن لازم نروح فورا. لوين؟ حنروح على القصر اللي عند السلطان. ايه يلا لا تتأخر. ليش واقفة عندك؟ قعدي هون. شلون صرتي هلا؟ لساتها معدتك عم توجعك؟ طبت منيحة. طمنتيني. طيب هلا هاتي لشوف، ليش انت حابة تشوفيني؟ لو تعرف شو بحبك. مستعدة ساوي أي شي بالدنيا بس لحتى أشوفك. روحي أنت، اشتقت لك. يعني ما في شي حابة تقولي؟ بلا في شي. لو سمحت يا مولاي بلا هالرسمة. شو اللي غيرك هيام؟ كنت بتوقع أنك تكوني متحمسة. بصراحة السلطانة الأم ما عجبت قصة الرسم. حابة انتبه لتصرفاتي قدامها، ما بدي زعلها. ولا يهمك حبيبتي، بس أنا حابب يكون في لوحة إلي وإليك. روحي هلأ جاهزي حالي. مصطفى، أهلا وسهلا فيك يا ابن الغالي حبيبي.
ما شاء الله شو كبران، اليوم بدك تزور الجيش الانكشاري وتتدرب ما هي؟ خلاص ما رح احمل سيف خشبي، رح استعمل سيف حقيقي. ابراهيم باشا عم يقول لي سيوف تقيلة كتير، بس انا قلت له فيني احملهم وقاتل فيهم كمان. انا متأكدة انك بتقدر، رح تكون محارب قوي مثل ابوك وجدك. تعا خليني ضمك لقلبي، تعا يا روحي. مصطفى يلا حبيبي. سلطانة في شغلة بدي أحكيها معك. أحكي شو فيه؟ معناته بس لودي مصطفى، وإذا ما بتنزعجي حضرتك برجع بعد شوي. مثل ما بدك. ابني مصطفى عم يستناك اليوم يا إبراهيم، عم بيقول بده يصير أقوى جندي بين الانكشاريين. جهزت له تياب جديدة خليه يلبسهم وقت اللي بيروح لهنيك. مولاي السلطان أنا هذا الموضوع متردد شوي فيه، عم أقول بركي مصطفى بعد ما شاف الجيش الانكشاري بطل يروح على مدرسة أبناء السلطان. تعرفوا هو مو كتير شاطر بالدراسة، هو كل همه يحمل السيف بأقرب وقت ويروح يحارب. شو هالحكي يا إبراهيم؟ بالأول لازم يهتم بدراسته وبعدين يهتم باللي بده إياه. شوف أنا بعرف إنه مصطفى له مكانة خاصة عندك، بس لا تنسى أولاد السلطان التاني، محمد وسليم لازم نهتم فيهم كمان. مولاي السلطان ما بيفرق بين واحد وواحد، روحي فداهم كلهم. وصلنا شي خبر من القاضي محمد زادة من مصر؟ أحمد باشا شو عم يعمل؟ بلغتوا أوامركم، لازم يوصل خبر اليوم. ما بيصير نهمله لأحمد باشا أبدا، مصر بالنسبة إلنا ولاية كتير مهمة. اليوم خليناهن يا مولاي يقروا الخطبة اللي أمرتونا بكتابتها على كل منابر الجوامع يلي بالقاهرة، وكانت الخطبة عم تمجد الملك المنصور ملك مصر الجديد حضرة السلطان أحمد الموقر والمبجل. المصلين شو قالوا لما سمعوا الخطبة؟ وشو كانت ردة فعل الناس كمان؟ ارتفعت الأصوات ودعوا لحتى يستمر حكمكم مدى الحياة، ودعوا لكم بطول العمر كمان مولاي. رائع. القاضي محمد زادة أفندي هو الوزير الأول لسلطنتي، خبروا الكل بهالشي. سلطان أحمد، هذا شرف كبير إلي، أنا كتير ممنونك لأنك قدرت جهودي. المصاري الجديدة صارت جاهزة؟ مولاي السلطان، الرجال اشتغلوا ليل نهار مشان يخلصوا سك النقود بهاليوم. بحب أقدم لكم نقودكم الذهبية اللي حاملة ختمكم. دوبتوا مصاري السلطان سليمان وسكبتوها من أول وجديد، مو هيك؟ نعم يا سلطان، دوبنا كل نقود السلطان سليمان يلي بالخزينة. رائع. رح امحي كل أثر لإله بولاية مصر، خلي رايتنا ترفرف بكل مكان. العلم رح يكون أحمر وفوقه ختمي، وتحت الختم رح يكون في سيفين متقاطعين لأسياد العرب والمماليك بهالطريقة هي. سلطنتي وكمان ختمي بعون الله وقدرته رح يكونوا محميين. مولاي السلطان، إمتى رح تخطبوا بعبادكم؟ أهالي مصر بيحبوا يشوفوا سلطانهم عن قرب ليحكوا له مشاكلهم. خليهم يحكوا مشاكلهم إلك يا قاضي زادة، أنا مو من شوية حضرة الباشا
أعلنتك وزير عليهم؟ أحمد باشا، أنا أبداً ما بوثق فيه. أنا متأكد إنه رح يخون الدولة العليا إذا مو اليوم بكرة. إذا صار هيك بعتبر حالي أنا المسؤول عن هالشي يا مولاي. يا ريت لو ما بعدته على مقاطعة مهمة مثل مصر. بجوز أنا تسرعت بقراري. أحمد باشا ساوى بلبلة وفوضى كبيرة وقت حملتنا على رودوس. مهمته بمصر كانت امتحان كبير إله من ناحية صدق وارتباطه بالدولة العثمانية. طيب خلينا نقول إنه رسب بهذا الامتحان. وقتها أنت بالذات بدك تروح تقطع راسه وتجيب لي لهون. إن شاء الله ما بضطر لهالشي. مولاي، أنا جبت معي نصوح والرسام ليو، قلت لهم يستنوا بحديقتكم. أنتوا جاهزين؟ طبعاً، خبروا السلطانة هيام وخلوها تجي على الحديقة.